محمد، اسمي محمد صالح صخوري، من النيرب، من محافظة إدلب. طلعنا من البيت عرف شو تحت القصف والضرب، اتجهنا باتجاه المخيمات، عشنا حياة صعبة، كان برد وطين وتعب كثير. رجعنا على البيت أنا وأولادي وزوجتي وأمي عرف شلون، مشان نظبط البيت ونبرك فيه، خوفا من إنه بيصيبنا فيروس كورونا. المخيمات فيها زحمة كثير وفيها فيروس كورونا وفيها يعني خدمات قليلة وما فيها شيء. ايه فاضطرينا انه نرجع لهون، انه نبرك تحت الدمار ونتعذب بالضبط ما يصيبنا كورونا. وعم نصلح انا واولادي في هالبيت، بقى شو بدنا نسوي ما بنعرف، يعني حسبنا الله ونعم الوكيل ولله المستعان. طفشنا، رحنا للمغرب، نزحنا 3 شهور وهلأ جينا، ضربة الطيارة دارنا، هلأ عم نطفى وبيركي دوني.